أصدقاء هل تعلم؟ أهلا بكم في فيديو جديد. القطب الشمالي من أكثر الأماكن غموضاً على كوكب الأرض، ويذهل العلماء يوماً بعد يوم بالاكتشافات المذهلة. فإذا كنت تريد معرفة التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سوياً. هرم تشيتشن إيتزا. لقد كانت حضارة المايا ثقافة مليئة بالإشارات، وكل شيء صنعتها كان له معنى. ولذلك فإن فهم لماذا تم بناء هرم تشيتشن إيتزا هو عبارة عن مجموعة رائعة كاملة من تاريخها وتعبير عن الهندسة المعمارية الرائعة. يعتبر السبب الرئيسي والدافع الذي دفع المايا لبناء هذا الهرم هو عبادة الإله كوكولاكان الذي يمثله شكل الثعبان، ويؤكد ذلك كل الزخارف الموجودة بالهرم. وأيضاً الهرم مقسم على الدرج، وفي المجموع هناك 18 قسماً يعتقد أنها تشير إلى 18 شهراً في السنة، وهي شهور التقويم في ثقافة المايا. أبو الهول بالجيزة. أساطير وروايات عدة نسجت حول تمثال أبي الهول الواقع في منطقة الأهرامات بالجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة. على مدار تاريخه الممتد لما يقارب 4000 عام، آخرها ما تم تداوله من صور وفيديوهات تظهر التمثال وهو مغمض العينين على غير عادته المعروفة منذ آلاف السنين، مما أثار ضجة في مواقع التواصل في مصر. من بين الأساطير أيضاً أن تمثال أبي الهول شيد ليكون حارساً لهرمي خوف وخفرع باعتباره رمزاً للإله رع. كما روج بعض الباحثين إلى أن العالم الجيولوجي الأمريكي روبرت شوك من جامعة بوسطن اكتشف وجود غرفة تحت أقدام التمثال، وذلك على عمق تراوح بين 9 إلى 12 متراً تحت الذراع الأيسر. عند معرفة السلطات المصرية بالواقعة أمرت بتوقف البحث وإبعادهما من المكان خوفاً من وجود وثائق تاريخية خاصة بالحضارة الفرعونية. ويقول الباحثون أن الغرفة السرية تحتوي على وثائق لحضارات مختلفة شهدتها مصر قديماً، وأن أبا الهول حامل لأسرار الحضارة المصرية. رجم الهري. يعد موقع رجم الهري الأثري في الجولان العربي السوري المحتل موقعاً أثرياً متميزاً له أبعاد فلكية ما تزال تثير الكثير من الأسئلة التي لم توجد لها أي أجوبة. وقد وصف بأنه موقع ينتمي إلى العصر البرونزي المبكر، أي حوالي 3200 عام قبل الميلاد، وهو ما جعله واحداً من أقدم المواقع الأثرية في العالم وأكثرها تعقيداً بالنسبة لمستوى الوعي في ذلك العصر. يقع رجم الهري في وسط الجولان على بعد 16 كيلومتر إلى الشرق من الشاطئ الشمالي لبحيرة طبرية في أعلى وادي الدالية. يرتفع عن سطح البحر 515 مترا، ويتألف النصب من أكمة مركزية أو رجم تحيط به جدران متحدة المركز. يبلغ قطر الجدار الخارجي حوالي 155 مترا، وارتفاعه متران تقريبا. والمساحتان المشغولتان والأكثر ظهوراً في الموقع تعودان إلى العصر البرونزي الأول والمتأخر. هياكل غامضة. القطب الشمالي من أكثر الأماكن غموضاً على كوكب الأرض، ويرجع هذا إلى الطقس القاسي هناك والذي يمنع الكثير من البقاء فيه لفترات طويلة لاكتشافه، بالإضافة إلى صعوبة المكان الجغرافية. ولكن تم نشر هذه الصورة والتي علق عليها من التقطها أنها كانت بالقطب الشمالي لهياكل غريبة لها أبواب من الأمام، ويبدو أن المباني موجودة هناك منذ عقود طويلة. ربما يكون هذا دليلاً على وجود حضارات كانت تعيش هناك في أزمنة سابقة، ولكن لم يتوصل الخبراء إلى تفسير منطقي لهذه الهياكل إلى الآن. صخور ستونهنج. تمكن علماء آثار بريطانيون مؤخراً من فك لغز الموقع الصخري الشهير في سهل سالسيري غربي إنجلترا،
بعدما أثيرت روايات متضاربة بشأن أصوله طيلة عقود، فقد تمكن باحثون مختصون من معرفة المكان الذي جاءت منه صخور ستونهنج، وهي عبارة عن قطع حجرية ضخمة ومتراصة بشكل دائري. كشفت عينة مأخوذة من النصب الحجري من قبل عامل صيانة في سنة 1958 أن أصل الحجر الذي يصل وزنه إلى 20 طناً والمستخدم في الموقع يعود إلى منطقة ويست وودز المجاورة على بعد 15 ميلاً فقط. وكان روبرت فيليبس يعمل في مشروع لقطع الألماس حين جرت الاستعانة به قبل 60 عاماً حتى يقوم بتدعيم إحدى الصخور في الموقع. حين كان فيليبس يعمل هناك، قام بأخذ عينة واحتفظ بها لنفسه، وحرص على أخذها معه حين انتقل للعيش في الولايات المتحدة لتظل هناك منذ ذلك الحين. كان العلماء يشكون في أن يكون أصل تلك الصخور من منطقة مارلبورو داونز، ولكن الأمر لم يؤكد على نحو حاسم. وعقب إعادة العينة الصخرية من الولايات المتحدة، جرى إخضاعها لدراسة بأشعة غير ضارة، وعندئذ تبين أن أصل الحجر يعود إلى منطقة ويست وودز. معبد أغنتيجا. من أقدم المعابد الصخرية في مالطا، بنيت بين عامي 3600 و3200 سنة قبل الميلاد. واعتقد سكان جزيرة جوزو ذات مرة أن هذين المعبدين شيدا بواسطة عرق من العمالقة، ومن هنا جاء اسمهما المشتق من الكلمة التي تعني العملاق. المعبدان مبنيان من الحجر الجيري المرجاني، وبعض الأحجار تزن أكثر من 50 طناً، وفي الداخل تم استخدام الحجر الجيري الأكثر نعومة للعناصر الزخرفية. هياكل حجرية غامضة في صحراء السعودية. تكشف دراسة جديدة أن آلاف القطع من بقايا جدران صخرية تدعى المستطيل والموجودة في صحراء بشمال غرب السعودية ربما تعود لأقدم طقس تعبدي على الإطلاق. يبلغ عمرها 7000 عام، ما يجعلها أقدم بألفي عام من أهرامات الجيزة المصرية وصخور ستونهنج البريطانية. وهذا الأثر عبارة عن أكثر من 1000 مستطيل تم العثور عليهم على مساحة تزيد عن 200,000 كيلومتر مربع، وكلها متشابهة جدا في الشكل، لذلك ربما تعود لنفس المعتقد أو الفهم الطقسي. تم بناء هذا الأثر عن طريق نقل أكثر من 12,000 طن من حجر البازالت، وهي مهمة شاقة جدا، لابد أنها استغرقت عشرات الأشهر حتى تكتمل. ويعتقد الخبراء أن الغرض من هذه المستطيلات أنه قد تم استخدامها لتقديم قرابين الحيوانات. مدينة تحت الماء. اختلف العلماء من عدة دول فيما بينهم في تحديد هوية تلك الأهرامات الواقعة بالقرب من سواحل اليابان، والتي يبلغ ارتفاعها 76 متراً من قاع البحر، إذا كانت من صنع الطبيعة أم أنها من صنع الإنسان. فأشكالها الهرمية المقطعة على شكل مربعات منتظمة جعلتهم يرجحون أنها ربما تكون من صنع الإنسان خلال العصور الجليدية منذ ما يقارب 10,000 عام قبل الميلاد. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.